أعربت منظمة اليونيسف الدولية للطفولة عن قلقها العميق بشأن التقارير الإعلامية المتعلقة بالعنف الجسدي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام في منطقة الحسينية شمال بغداد، مطالبة أصحاب المصلحة جميعاً وأعضاء المجتمع كافة حماية الأطفال من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي. ودعت المنظمة الحكومة العراقية إلى تعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال، مضيفة أن الجريمة تذكير محزن بأنه ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية الأطفال والناجيات من العنف من مختلف شرائح المجتمع النسوي في العراق. وحظيت مأساة الطفلة حوراء بتفاعل اجتماعي واسع لبشاعة الجريمة وهوية منفذها بوصفه شرطي ومن أصحاب السوابق، مع المطالبات بإنزال أقصى عقوبة بحقه ليكون رادعا يحفظ المجتمع من آفة المنحرفين بالمخدرات أو بالسلوك الإجرامي. احنا يوم بتنا طفلة حوراء اللي تعرضت الى عملية بشعة غير انسانية باغتصاب من قبل احد الاشخاص قبل يومين، وصار هنالك شكوى ومدعى بالحق الشخصي والد حوراء، وعلى الفور قاضي تحقيق الخفر في المصافة قام بكل العمل المطلوب منه وصدر ذكر قبض وتحري، وباقي الاجراءات ايضا اكتملت من خلال مركز الشرطه في الحسينيه، وبعدها كانت الاجراءات المتعلقه بالمستشفى ووجود حوراء. طبعا القصه انه الجاني هذا اللي ما يقدر نحسب عليه الانسانيه، هذا الجاني البشع هو جيران طبعا الى اهل المجنى عليها طفلتنا، وقام بالاعتداء. بالبداية قام بعملية خطفها هي وأخوها اللي عمره 4 سنوات، وبعد عملية الخطف ضايق من موضوع الطفل وبدأ الطفل يبكي وغيرها، فتخلص من الطفل لكن حوراء بقت، وبعد ما بقت حوراء مارس هذه العملية الشنيعة باتجاهها، وبدلالة الطفل وبدلالة الأهل يعني تم التعرف على المكان للجاني، وبعد ذلك أصبحت المعلومات واضحة.